نفذت فرق السلامة والإشراف الوقائي بالدفاع المدني أكثر من 26 ألف مهمة تفتيشية بالمنشآت المصرح لها بالعمل في أوقات منع التجول في جميع مناطق المملكة للتحقق من متطلبات السلامة والإشراف الوقائي بما يضمن المحافظة على سلامة مرتاديها. وأكد الدفاع المدني أنه يعمل في مناطق المملكة على وجود شراكة مع القطاع الخاص بكافة مكوناته من أجل تحقيق وتوفير متطلبات السلامة في المنشآت العائدة لهم وتنفيذ الأنظمة بحق كل من يثبت تهاونه في الالتزام باشتراطات السلامة أو توفير متطلباتها، حيث تم إصدار 746 مخالفة. معنا عبر الهاتف العقيد المهندس سعد البشري مدير الإدارة الهندسية بالدفاع المدني. سعادة العقيد أهلا بك معنا. يعني بداية، ما هي أهم الاشتراطات الواجب توفرها في المنشآت التي تعمل في أوقات منع التجول؟ سعد مساك أستاذ حسن، الله يحييك ويحيي قناة الغالية الإخبارية الشريك الرئيسي معنا في دائما في أعمال الدفاع المدني. طبعا اشتراطات السلامة طبعا تختلف من منشأة إلى أخرى. طبعا أغلب المنشآت الآن اللي سمح لها بأن تكون متاحة أثناء منع التجول لها متطلبات خاصة تختلف كل منشأة عن الأخرى حسب النشاط. فمتطلبات السلامة مثلا في محطات البنزين ليست زي الفنادق، ليست زي المستشفيات. كل منشأة لها متطلبات خاصة حسب ما نصت عليه الأكواد في هذا الجانب. طيب، في حال كانت هناك منشأة مخالفة، ما هي الإجراءات التي تقومون بها في الدفاع المدني؟ طبعا احنا دائما نحرص ندري عمل الدفاع المدني على ان تكون كافة المنشآت مستوفية لمتطلبات وشروط السلامة والأمانة. لا نضطر للمخالفة الا بعد ان نستنفذ كافة السبل في اقناع صاحب المنشأة او المالك او المستأجر بأهمية تعديل هذه المخالفة. ولكن هناك عندنا لائحة الغرامات صادرة في هذا الجانب للمخالفين لأنظمة ولوائح الدفاع المدني تطبق من قبل مفتشي السلام الميدانيين وفق آلية وإجراءات معينة يبلغ فيها زميل الكاشف ويتخذ كافة الإجراءات حتى يتم الرفع بالمخالفة للجنة النظر ويتم البت فيها في إجازتها أو التعديل عليها فيما يخص الأحكام. رسالة توجهها لأصحاب المنشآت؟ طبعا احنا في وقت ظرف الآن أستاذ حسن، ظرف يملي على الجميع أن يكون متكاتف سواء الجهات الحكومية أو المستفيدين من الجهات المحلات الخاصة أو الملاك في التجارة أو غيرها. لا بد أن يكون متكاتفين مع بعض في هذه الفترة، لا بد أن يكون الالتزام والوعي في أهمية وجود متطلبات السلامة والحماية من الحريق في أماكن تواجدهم. طبعا كل هذا خوف على أرواحهم وعلى ممتلكاتهم. فلا بد ان نعي تماما انه هذه المتطلبات ليست شيء اضافي وانما شيء رسمي واساسي يجب انهم يتقيدون فيها ويتقيدون بان تكون كافه منشاتهم ملتزمه بهذا الجانب. مدير الاداره الهندسيه بالدفاع المدني العقيد المهندس سعد البشري، شكرا جزيلا لك.